كان في المستوى، وكانت جميع الأندية ذو العصبة بما فيهم الحسيمة، العرائس، سيطوان، طنجة، وزان، قصر الكبير، الفنيدة. صراحة هذه الدورة، هذه النسخة الخامسة كانت نسخة متميزة بتزامنها مع الذكرى 21 للسمو الأمير مولاي الحسن نصر الله وأيده. وهذه النسخة صراحة كانت المشاركة جد مكثفة. اليوم احنا نظمنا سباق جهوي، وكنطمحوا ننظموا سباق دولي. لما لا؟ لأن مدينة شفشاون مدينة سياحية بامتياز. السلام عليكم، اسم ديالي سهيلة شنتوف. هذه ثاني سباق عندي مع جميع ديال طنجة للدراجة الهوائية. اليوم جينا نشاوان، وكان واحد تنظيم اللي رائع جدا، والجمعية ديالنا استطعت أنها تحصد 5 ديال المراتب من فئات الإناث وفئات الذكور كذلك. السلام عليكم، انا سميتي امل الشعيبي من جمعيه وزان، وكان في عمري 16 عام. وبصراحه كانت المسابقه زوينه، وانا من الصغر ديالي وانا كنحب هذه الهوايه، ودابا احتلت الفرصه في انني باش نجي وشاركت. الحمد لله وتوفقت الحمد لله. السلام عليكم، اسم ديالي زهير شوقي، من مواليد 64، يعني عندي 60 سنه، ودابا جيت من السبته، جيت نولاو من ولاو، جيت هنا بالبيسيكليت. جينا هنايا سمعت باللي كاين واحد مسابقه هنا يشاركوا فيها الدري الشمال ديال العرايس والتطوان والطنجه وهذا، وجيتو درت مع واحد جوج دويرات هنايا، بانوا لي الدراري هذا زعما في مستوى، دري يشرفوا البلاد ويشرفوا المغرب حتى هو عاوتاني، فهمتي؟ وايضا بغيو الشباب يكونوا يعني الطموح ديالهم يكونوا ديما كيحلموا بواحد الحاجه اللي باش يوصلوا لها، فهمتي؟ مبارك بوراق، نادي الجيل الجديد العرائش، نائب الرئيس. وجينا مدينه الشاون نشاركوا في السباق ديال الجهه، تطوان، حسيمه، طنجه. هو السباق اليوم غيكون قابل كلا الابطال ديال المغرب، كاين الصباحي الحسن، كاين ابراهيم، كاين يحيى بوركيلا، هادو في المنتخب المغربي. استعدادا لواحد الطواف ديال افريقيا.